السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في جريدة أصوات. اليوم كنتواجدوا مدينة فاس في دوار الحشالفة جماعة ولاد الطيب. اليوم حنايا جينا باش نشوفوا المرأة القروية كيفاش كتعيش وشنو كتعرف على اليوم العالمي للمرأة. اليوم عندنا واحد السيدة اللي عايشة في القرى وغادي ناخذوا الكلمة ديالها. سيدة مليكة، انت كتسكني في هذه المنطقة هذه، شنو تتعرفي على اليوم العالمي للمرأة؟ السلام عليكم. حنا كنشوفوا على سيدي غير هادشي غير في التلفازه عالمي المراه، حنا كنشوفوا هادشي غير في التلفازه. حنا عايشين في الباديه، ما كنشوفوا ورد، ما كنشوفوا حلوى، ما كنشوفوا حتى شي حاجه. حنا غير كنخدموا غير الشغل ديال العروبيه، كنطيبوا، كنخبزوا في الرند العواد، كنسرحوا، كنعطيو الماكله للكسيبه. هادشي اللي كنديروا، هادشي كنشوفوا غير في التلفازه، ما كنشوفوا حتى شي حاجه. هادشي اللي كاينه بنيتي، بغينا نقراو حتى حنايا، بغينا حتى حنا نوليو بحال الناس. ما كنعرفوا بنيتي البمتة، ما كنعرفوا حتى شي حاجه. احنا لداخل بحال الاميات، احنا اميات النيت. واخا لاله ملكه، مؤخرا توقعت واحد العريضه في البرلمان اللي كطالب بالمناصفه بين الرجل والمراه. واش كتعرفي شي حاجه على المناصفه؟ ما كنعرفها بنتي حتى حاجه، وعمر شي حاجه ما شفناها هنا، وعمر شي مراه ما دقت علينا وقالت لنا على المناصفه. ما كنشوفو داكشي غير في التلفازه، حنا ما عمرنا شفنا داكشي. ودارو لنا النادي هنايا باش نقراو، باش يخدموا وليداتنا في المواكن، ودابا جابوا المواكن، جابوا دوك البيسيات باش يتعلموا الدراري. بقات هكاك خدامه كتشد علينا الفلوس، كتقيدنا، كتدي فوتوكوبيات ديال لاكارطات، كتمشي تخدم شغاله كتشد علينا الفلوس، ما كنشوفوش حتى كمارتها. وكتخلص من عند الدراري، الدراري مساكن كيزيدوا تما عندها السوايع، كيقراو الدراري، ديك اصحاب الروض كتقريهم بالفلوس. وهو داك النادي ديال واحد من القبيله ديالنا عاطيه لنا حنا، ما عطيهناش شي واحد زعما من عند المخزن ديالنا، ولد قبيلتنا عطانا داك النادي باش نستافدوا منه. وجات شي جمعيه تمايا تقيدت وما شفنا والو، حتى حاجه ما شفناها. المواكن مشاو داو المواكن ديالهم، داو دوك البيسيات، داو كل شيء. حالته داك النادي، حنا بغينا نستافدوا منه ونقراو فيه، ووليداتنا يتعلموا القرايه، يتعلموا تمايا المواكن، يخيطوا يطرزوا. وهذا الشيء حنا ما كنشوفوش هذا الاحتفال ديال كيقولوا اليوم العالمي للمراه، ما كنشوفو حتى حاجه. ما كنشوفو ورد، ما كنشوفو حلوى، ما كنشوفو حتى حاجه. كنشوفو داكشي غير في التلفازه، حنا غير عروبيه كنعجنو، نخبزو، نحشو، نعطيو الماكله للكسيبه. هادشي اللي كنشوفو، حتى فاس ما كنمشيولوش. واخا لاله ملكه، بالنسبه للمنطقه اللي كتعيشو فيها هنايا، واش كاينين العيالات اللي تتعرضوا للعنف؟ كاينين بنتي، راهم كاينين، وكلها واش صابره. العنف كاين، راه الراجل ديما مكرفس على المراه، ديما ما عاطيهاش القيمه، ما عاطيها حتى حاجه، مسكينه جالسه في الدار. وانا كنقول على واحد السيده مسكينه كنشوفها راها عايشه في العذاب، راجلها عسكري وكيقبط عليها الفلوس، هي ولادها كيتخلص عليها، وهي مسكينه راها جالسه دابا مسكينه راها كاريه، كتخلص الكرا وسمح لها في الاولاد ومشاه ربع عليها، ما كيعطيها لا مصروف لا والو، وكيتخلص على ولاده. واخا لاله ملكه، بالنسبه للمنطقه اللي كتعيشوا فيها نتوما، واش راضيين على الحاله اللي نتوما فيها؟ بالنسبه للسبيطارات واش عندكم؟ بالنسبه للطرقات واش مصلوحين؟ وبالنسبه للمرشحين اللي تترشحوا عندكم هنايا في الجماعه، واش نتوما راضيين عليهم ولا حقوا لكم داك المطالب اللي كنتوا كطالبوا بهم يعني قبل هذه 4 سنين؟ حنا بنيتي ما كيعرفوناش كاع، كيعرفونا حتى نهار الانتخاب. نهار الانتخاب عاد تيجيو كيعرضوا لنا وكيبقاو يرغبونا ويزوقوا فينا، حطوا علينا نديروا لكم نفعلوا لكم. حنا لا سبيطار لا حتى شي حاجه، ما عندنا، ما عندنا طرقان مسجدين، ما عندناش واد الحار، ما عندنا حتى حاجه. حنا ما عندنا حتى حاجه، حنا عايشين غير هكا. ومنين كيجي وقت الانتخاب، ايوا كتلقاي هنا الناس كيدقدقوا علينا في الليل باش نصوتوا عليهم، وكنصوتوا عليهم كيقولوا لنا نديروا لكم ونديروا لكم، حنا ما كيديروا لنا حتى حاجه. صافي كيدي ورقته كينجح كيمشي بحالهم، كيعرفناش. السلام عليكم لاله حده، ومرحبا بك معنا في مجله اصوات وجريده اصوات. وعليكم السلام اختي وسلمت، مرحبا بكم عندي في المحل ديالي متواضع. بارك الله فيك لاله حده. حنا اليوم كنتواجدوا معكم في هذه الدوار ديالكم، كنسولوا العيالات على اليوم العالمي للمراه. انت شنو كيتبدل عندك في هذا النهار هذا في لوي مارس؟
بالنسبه لي انا ما تتبدل عندي حتى شي حاجه كمراه خدامه في داري وما بين المحل ديالي، عندي هذا اليوم عادي بحال كسير الايام وصافي، لان كنوجد وكنجي للمحل ديالي كنخدم شويه مع الخياطه ومع الناس، ما عنديش تغيير. واخا ما تيجيك لا ورود من الزوج ديالك، من الاخ ديالك، من الاب ديالك؟ بالنسبه لي ما تيجونيش هذا الشيء اصلا، ما عمر شي حد في عطاني شي كادو هكاك هذا اليوم الممتاز. واخا لاله حدا، زعما شنو الحاجه اللي كتخلي يعني الزوج ديالك ولا الاب ديالك انه ما يقدمش لك يعني واحد الهديه بسيطه بهذا اليوم هذا؟ يمكن على حسب العيش، يمكن على حسب احنا تربينا هكا، ما نعرف، ولا الانسان ما تيساليش، ما كيردش الاهتمام لهذا اليوم، ما كيحسبلوش كاع الوقت ديالو واش كاين ولا ما كاينش. واخا لاله حدا، بالنسبه مؤخرا تعرضت واحد العريضه في البرلمان اللي وقعوا ليها جمعيات ديال النساء اللي كتشير للمناصفه، واش كتعرفي شي حاجه على المناصفه؟ لا، ما بالنسبه لنا احنا عمر شي واحد ما جا لنا سولنا ولا شي حاجه. واخا عمر شي جمعيه جات عندكم هنا شرحت لكم شنو هي المناصفه، شنو هي المساواه بين الرجل والمراه؟ والو؟ لا، ما عمر شي حد ما جعلنا لا من الجمعيه ولا كاي شخص هكا جا سولنا على شي حاجه هنايا. واخا لاله حدا، ما كتعتبريش راسك انك يعني في هذه المنطقه عايشه يعني ما واخداش الحق ديالك كامراه؟ بطبيعه الحال راني كنحس بهذا الشيء، ولكن لمن غنشرح هذا الشيء ولمن غنقول؟ يعني انا بالنسبه ليا كعمل ديالي شويه كنحس براسي راه عندي بعدا واحد الحاجه، كاين شي انسان هنا راه ما كيستفد حتى شي حاجه، مظلوم اكثر مني، اما انا بعدا كنتعامل وكنخرج وكنشوف الناس. كاين شي نوع راه جالس مدفون هو بالحياه. واخا شنو الحاجه زعما اللي تبغي انتيا دير لهاد العيالات اللي كاينين هنا كاملين باش هما يحسوا بالقيمه ديالهم كنساء ك يعني مغامرات كيخدموا على راسهم شريفات؟ بالنسبه لي انا كنبغيهم حتى هما يكون عندهم شي حاجه في حياتهم وتا هما يخرجوا ويشوفوا الناس ويتلاقوا مع الناس في المستوى، ما يبقاوش زعما غير الطبخ والدار والوليدات، تا هما يديروا واحد الحاجه. انا بالنسبه ليا كنشجع البنات اللي هنايا خصوصا اللي كيخرجوا من المدرسه ويجوجهم قاصرين، كنقول لهم زعما ديروا شي حاجه في حياتكم، ما تجلسوش هكا غير الدار والزواج، لا ديروا شي حاجه، شي صنعه ولا شي حاجه. المهم كل واحد اختي وعقليه ديالو، ما انا مهم. السلام عليكم ياسين، مرحبا بك معنا في مجله اصوات وجريده اصوات. ياسين، احنا اليوم جينا عندكم هنا كنشوفوا كناخذوا الاراء ديال الناس يعني حول اليوم العالمي للمراه، خدينا يعني الاراء ديال النساء ودابا نشوفوا الاراء ديال الرجال. انت ك يعني شاب تبارك الله باقي جون، يعني شنو قدمتي يعني الام ديالك ولا الاخت ديالك ولا العمه ديالك ولا الخاله ديالك، يعني شنو بالنسبه لك المراه؟ السلام عليكم، وكنشكركم بعد هذا على هذه الالتفاته هذه اللي جيتوا لعنا وبغيتوا تسمعوا الراي ديالنا. بالنسبه للمراه، المراه راه فيها بزاف ديال الحوايج، من الوالده ديالك والاخت ديالك والخاله ديالك. وبالنسبه للتقديم اللي غنقدم لها انايا، لان الوالده ديالنا حنايا غير باش نكون جالس حداها وكتشوف فيا كل نهار، هذاك راه بالنسبه لها راه العيد، هذاك هو العيد ديالها. الوالده ديال الشباب كاملين كتفرح بولدها الا كان خدام وعنده شي مستوى، باش ملي كتجلس مع العيالات صحاباتها كتبدا تفتخر به، ولدي خدام في البلاصه الفلانيه كيدير الحاجه الفلانيه، هذا الشيء اللي نقدر نقول لك. واخا بالنسبه يعني الجهه اللي ساكن دابا نتوما فيها، يعني شنو الحاجه اللي عندكم ناقصه وشنو الحاجه اللي بغيتها انها يعني تطور وتنتوما توليو شباب يعني نافع في المغرب؟ اختي هنايا كاينين بزاف ديال الشباب، كاينين بزاف ديال الشباب اللي الحمد لله قاريين وواعيين وعندهم لغات، ماشي بين قوسين محبوسه غير في لغه واحده. هنا كاينين بزاف ديال الشباب اللي قادرين يديروا شي حاجه، ولاني احنا جالسين تيحل الله. واخا شنو اللي ناقص هاد الشباب هادو، شنو ناقصهم باش انهم يزيدوا القدام وتا هما يوليو يعني عندهم قيمه في المجتمع، يخدموا على راسهم ويعيشوا يعني عيش كريم؟ اولا نقصهم المعنى المادي، هذه اول حاجه، والمعنوي هذيك راه حاجه طبيعيه، ما كاينش اللي يشد بيديهم وما كاينش اللي يساندهم. حنايا باغيين غير شي واحد اللي يكون عارف شنو هو
شنو هي القيمه ديال هاد الشباب هذا، وشنو باغيين يديروا، وشنو هي الحاجه فاش كيفكروا. هادشي اللي باغيين حنايا. اما بالنسبه للدراري هنايا راه تقريبا راه كاينه 99%، ماشي حتى نقولوا 100% الدراري اللي جالسين بايطاليا مخدامين مردان. حنايا باغيين غير خدمه، حنا ما باغيش نوليو لاباس علينا ولا نديرو الطوموبيلات ولا نديرو شي حاجه. حنا باغيين غير خدمه اللي غنعيشو مستورين ونعيشو بخير. هادشي اللي باغيين حنايا. عاد المرأة سعيد، عاد المرأة سعيد، المرأة سعيد. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.